Welcome to Alpha Tutorials. كيف تنقل أرقامك على تليفونك الجديد؟ للأندرويد تنقل أرقامك على حسابك البريد جيميل وتلقائياً بتحوله. بتروح على Settings Accounts Google بوس على إيميل ونقل المعلومات اللي بدك تحافظ عليها. iOS لازم تفتح حساب على iCloud وتوصله على تليفونك. كيف تفتح حساب وشو هي الخطوات؟ من تليفونك بتروح على Settings Scroll down iCloud Follow the instructions on the screen. For Windows بتوصل تليفونك على حسابك البريد جيميل أو تلقائياً بتحوله. فيك كمان تفوت على حسابك البريد مايكروسوفت أوتلوك والأرقام تنقل تلقائياً. Settings Accounts Sign into your Google or Microsoft account to sync your contacts stored on the cloud. لباقي الأجهزة بتدخل على قائمة الاتصالات وبتحط Contacts Options Select All Copy to SIM Card. لما تنقل خطك على تليفونك الجديد روح على Contacts Options Select All Copy from SIM Card.